اديني جيت يا شفيق، ايه الخبر بقى عشان اتخضتني؟ عشان كده ما كانش ينفع اقول لك الكلام ده في التليفون يا مراد. اسمع، انت مرشح دلوقتي لوزاره الاسكان، والموضوع ده خلاص تقريبا اكيد. الكلام ده وصل النهارده الصبح. انا طبعا كنت عارف الكلام ده من بدري، بس كنت مستني طول الاخضر. انما المشكله بقى شركه المقاولات بتاعتك دي ممكن تعطل الدنيا برمتها. ما انت عارف برضه يا مراد، مش معقول هتبقى وزير وفي نفس الوقت عندك اكبر شركه مقاولات في البلد. خلاص اكتبها باسم حد من ولادي. عموما انا جبتك هنا عشان اقترح عليك اقتراح زينا، بس برضه يا ريت تشيل ولادك من الصوره. اه يا شفيق، بس انا ما اقدرش اسيب الشركه لاي حد يعني. لا ينفع ولو بشكل مؤقت يا مراد، ده لو انت عايز تبقى وزير فعلا. طيب سيبني افكر. طبعا الاتفاق اللي عملناه مع الشركه الروسيه دي مكسب كبير قوي يا مختار. العقود اللي بيننا وبينهم بتقول ان احنا هننفذ المباني ونشطبها، وانا بفكر كمان ان احنا نستغل. مختار انت معايا؟ ايه انت مش هنا خالص. سوري انا سرحت، كملي. طب انا كنت عايزه اسالك حاجه كده، انا كنت عايزه اخد مراد ونسافر حته عشان يعني يغير جو. تفتكر يحب يروح فين مثلا؟ مكان فيه بحر ولا جرينري اكتر؟ بيتهيألي لو انتي هتسافري مع مراد مش هتفرق كتير انتوا هتروحوا فين، لانه طول ما هو معاكي هو مبسوط. مختار انت شايف ان مراد كتير عليا؟ اكيد لا، بالعكس. من غير مجاملات قول، يعني مراد والشركات دي كلها والمال ده كله يحبني؟ ما اظنش الراجل عنده اختيار قوي في الموضوع ده. لا مش فاهم. اي حد يا داليا هيقرب منك هيتعلق بيكي قوي وهيلاقي نفسه حواليكي، بس حتى لو يعرف 100 ست قبل كده هينساهم كلهم وهتفضل انتي بس. احنا كنا بنتكلم عن مراد صح؟ صح. صباح الخير يا سعد، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله يا فندم. داليا فين؟ كانت في قسم التسويق دلوقتي يا فندم، كانت بتراجع بس العقود بتاعت الشركات الاجنبيه. طب خليها تجي لي لو سمحت. حاضر. سامح بليز افتح الماسنجر وي نيد تو توك. ودلوقتي خير يا بابا. خير خير، مالك مخضوض كده؟ ما ينفعش اطمن عليك ولا ايه؟ تحت امرك يا مراد باشا. انت عامل ايه؟ تمام الحمد لله. والبنوته كويسه؟ كويسه الحمد لله يا بابا. بص انا معروض عليا ان انا اكون وزير ومحتاج اتكلم معاك. وزير؟ وهتفرق معاك في ايه الحكايه دي؟ يا ابني انا محتاج اتكلم معاك، استشيرك اعمل ايه؟ خصوصا ان انا لازم اتنازل الشركه لواحد فيكم. بصراحه يا بابا انا مش فاضي وعندي شغل كتير هنا، مش هقدر انزل قبل 6 شهور على الاقل. 6 شهور؟ ايوه 6 شهور، مش اقل من كده. لا مستحيل. طيب خلاص
لا انت ولا اخوك فاضيين لي بقى هعمل ايه؟ طب هتعمل ايه قول لي؟ مالكش دعوه باللي انا هعمله بقى، وسيادتك لما تبقى فاضي يبقى كلمني. يلا سلام. انت غريب يا ابني غريب. في ايه يا مراد مالك متضايق ليه؟ ابني كبير بقول له حبة وزير بيقول لي ودي هتفرق معاك في ايه؟ طب عشان خاطري اهدى، ما ينفعش كده اعصابك مجنوده. اناني جدا سامح ده يا داليا، انت عارفه ان انا اديته اكتر من 4 مليون دولار عشان يفتح شركه، وفعلا فتح شركه وبقى بزنس مان كبير، ودلوقتي لما احتاجه يقول لي اصل انا مش فاضي غير بعد 6 اشهر. طب هو الوزير شفيق مش قالك انه ما ينفعش تنزل لولادك؟ عايز منهم ايه؟ ما لازم يبقوا موجودين يا داليا، يعني انا لما اموت ما دي هتبقى شركتهم برضو. بعد الشر عليك، وبعدين انا موجوده اهو، خد رايي انا. ولا انا ما ينفعش يعني عشان انا سكرتيره صغيره في شركه سعادتك؟ ما هي انا ما كنتش عارف اعمل ايه لو ما كنتيش موجوده معايا يا داليا. كنت برضو هتبقى وزير وقدها وقدود كمان. ايه رايك في مختار؟ مين مختار؟ يعني انت بتثق فيه وبتحبه، نزل له هو عن الشركه. انا فكرت في مختار فعلا، وفكرت في اختي ليلى كمان. لا 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 لا، اهدي بقى اللي ما تنفعش. ليلى ايه؟ ولا مختار كمان ينفع. مختار ده طاق مجنون، يعني مش قد المسؤوليه. انا مربيه صدقيني. باين من هدومه. طب ايه الحل؟ هي المساله ان الوقت ازف. عارفه لو حكمت ان انا ابيع الشركه دي انا هبيعها. انا عارفه ان الموضوع صعب قوي بالنسبه لك، بس برضو انك تبقى وزير دي اهم. بس كمان ما ينفعش تتنازل عن الشركه كده وتضيع منك. هو انا شايفاك كده مشدود قوي اليومين دول، مش عارفه اعمل لك ايه ولا اساعدك ازاي. انا عرفت، هو فنجان قهوه كده يعدل مزاجك عشان تعرف تفكر كويس. فكره كويسه جدا. انت هتفضل قاطعني يا اخويا بره كده وانت قاعد تعدلي في الفلوس في ايه؟ بقول لك ايه والنبي افتون، سيبيني 5 كده اظبط حالي وبعد كده اكلم معاك. هسيبك 5 يا اخويا بس هات ال 50,000 بتوعي. خد اتفضلي. ايه ده؟ ده احنا محتاجين نجيب دولاب غير الدولاب ده علشان يكفي. اه الفلوس دي بصراحه عايزه لها بنك، مش عايزه لها دولاب. بنك؟ بنك ده ايه؟ ما احنا طول عمرنا بنحط الفلوس هنا. خطر خطر يا ست، خطر على الفلوس وخطر علينا. خطر؟ يعني ايه يا اخويا خطر؟ يعني انا زمان لو كنت اعرف ان في شقة فيها الفلوس دي كلها كنت قتلت 100 واحد عشان اسرقها. لا اسم الله عليك يا اخويا، خايف من الحرامية يا راشد؟ اه طبعا، ما خافش ليه؟ طب خلاص افتح حساب باسمي وحطهم فيه. ده على اساس ان هم 100 جنيه هتفتح بيهم حساب في البوسطه؟ ده الحكومه شمت خبر بالفلوس دي هنروح في 60 ده. ثم ان انا ما سلمكيش دقن يا فتون، الفلوس دي بالنص بيني وبينك صح؟ صح. وبعدين؟ بعدين ايه؟ في عربيتين جايين اخر الشهر، يعني الفلوس اللي انت شايفاها قدامك دي هتولد فلوس تاني، يعني احنا محتاجين نفتح حساب في البنك. ويا اخويا هتعملها بقى ببطاقتك المزوره؟ لا طبعا، لا ببطاقتي ولا حتى باسمي. لازم نشوف لها غرزه كده، ندور لنا على حد تقيل يظبطها. وانت يا اخويا تعرف الحد التقيل منين يا حسره؟ يا ست اللي يسال ما يتوهش. هات 10 كمان. ليه؟ هات من اللي عليكي. واكسى عليا. انا بشوف حاجه واكسى.